بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم، معكم عبد السلام الشلقامي ومع الدرس 14 الفأل. التفاؤل ضد التطير، فما حقيقته وما حكمه وما فائدته؟ تعريف الفأل: الفأل هو أن يكون الإنسان على حال أو يقصد أمرا فيسمع كلمة طيبة أو يرى شيئا حسنا يناسب حاله أو مقصده فيستبشر بذلك. أمثلته: أن يكون مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه وتفرح نفسه، أن يكون ذاهبا لاختبار من أي نوع فيسمع من يقول يا ناجح أو يا موفق فيستبشر بالفلاح والنجاح. والآن أترككم مع النشاط الأول وإجابته. حكم الفأل: الفأل مستحب، والدليل على ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حكم الفأل: الفأل مستحب، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. حقيقة الفأل: حقيقة الفأل هي انشراح الصدور وطمأنينته لما قد يسمعه من الخير، فهو من إحسان ظن العبد بربه جل وعلا، ولا يوجب فعلا ولا تركا لأن ذلك من جنس التطير الممنوع. شرط الفأل: شرط الفأل يعني أن لا يكون مقصودا بل يقع من غير قصد، لا كما يفعله أهل الجاهلية من قصد مواضع الطير وزجرها ليحصل لهم ما يريدون. ولهذا لا يجوز التفاؤل المقصود كما قد يفعله بعض الجهال من التفاؤل المصحف، فيفتح المصحف ثم يقرأ ما ظهر له من الآيات ويتفاءل بها، فإن هذا نوع من التطير المنهي عنه وبدعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. صور من الفأل: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن نافع، فأتينا برطب من ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. ذكر البخاري في الصحيح في قصة الحديبية عن عكرمة رحمة الله عليه أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. شرع الله تعالى لما فيه من المحاسن المتعددة، ومنها فيه حسن ظن بالله تعالى، فيه تعلق القلب بالله تعالى واعتماده عليه، فيه تعلق القلب بالله تعالى واعتماده عليه. يشرح الصدر ويبعث على الإقبال على العمل بانشراح وسعادة، يدفع شبح التشاؤم والتطير المحرم. والآن أترككم مع التقويم الأسئلة والإجابة.